مرحبا بكل متابعي قناة شوف تي في. قناة شوف تي في قناة الشعب مباشرة هنا من السوق الأسبوعي أربعاء أولاد عمران. تحية لكل متتابعين ديالنا في هذا النقل المباشر اللي غادي ناخذوا جولة هنا في السوق الأسبوعي باش نعرفوا السوق أشنو داير. خليكم معنا. كما كتتابعوا معنا كل قناة متابعي شوف تي في مباشرة هنا من السوق الأسبوعي بمدينة بجامعة ولاد جامعة ولاد عمران إقليم سيدي بن نور. الآن غادي ناخذكم في هذه الجولة الأسبوعية دائما بالأسواق الأسبوعية لمدينة سيدي بن نور. كما غتشوفوا نشوفوا أسواقها في السوق، نشوفوا الحركة كديرة، نشوفوا الأجواء هنا كديرة في السوق، ونشوفوا الخضرة شنو دايرة. دائما هنا مباشرة من السوق الأسبوعي لجامعة ولاد عمران. نشوفوا الأسواق عامرة رغم الظروف الوبائية ورغم الحصيلة اللي غادي ترتفع يوميا في المغرب، إلا أن السوق الأسبوعي عامر عن آخره. حنا غادي نحاولوا نشوفوا الأجواء هنا في السوق. 5 نجوم ديال 4000 ريال 1900. حنا دائما هنا من السوق الأسبوعي بجماعة ولاد عمران إقليم سيدي بن نور. اللي غادي نعطوكم كيفاش الأجواء هنايا. كما كتشوفوا الان متابعي قناة شوف تي في، تحية لكل الشباب ديال جماعة ولاد عمران. كما كتشوفوا الحركة عادية هنا في السوق. الناس خدامين، كل شيء خدام. كذلك هاد السوق الأسبوعي ديال جماعة ولاد عمران كان كذلك من المتضررين من تنقيل السوق ديال سيدي بن نور، لأنهم تا هما كانوا معنيين بالأمر بتنقيل السوق رحبة البهائم الطويلات. كذلك كانوا تاهم ضرورين، تاهم رافضين أن السوق دائما هنا مباشرة من قلب ولاد عمران السوق الأسبوعي. ما كتشوفوا عيرك ماما ديالي. كما كتشوفوا السوق الاسبوعي صنادل، الناس اللي كيبيعوا سلاف. السلام عليكم. انت معنا الان مباشره على قناه شوف تي في. كيفاش الاجواء عندكم في السوق؟ كيف داير الحركه عندكم في السوق؟ الله يجعل البركه على البركه ديال الله. على البركه ديال الله وصافي. الله يصاوب مزيان شويه وصافي. السوق ناعس. ناعس. كيف درتو مع الكورونا؟ وبنادم اللي عنده شفران كاع طاحنوا ناعسه. صافي. بنادم بحال عليه رمضان. كيما الرئيس. بنادم بحال عليه رمضان. كيف داير الاجواء عندكم هنا في السوق؟ الاجواء ساكره. ساكره الوقت. قاضيه مضروره. قاضيه مضروره الوقت ساكره صافي. بنادم كيفاش كنتو تصومين قلت لكم السوق ديال البهايم راه غيتحول من هنايا؟ لا ماشي من عندنا، من هنا، من عند جمعة مطال ولي. هذوك هما اللي قالوا غادي يتحول. ولاد عمران ما قالوش غادي يتحول، من جمعة مطال وخميس الطيبة ودوك النواحي اللي قدام هما اللي قالوا غادي يتحول هنا. ولاد عمران لا ضرش الشبعة ديال الماء. والله غادي تكون الشتاء وغادي يكون كل شيء. كل شيء كاين، كل شيء كاين. بنادم بحال اللي مسكر، بنادم راه مسكر وصافي. كما كتابعوا معنا دائما مباشرة هنا من قناة شوف تي في. مرحبا. الله ينصر سيدنا. ما كاين سيدنا، ما كاين حتى حاجه والو. الله ينصر سيدنا وصافي. الله الملك هو اللي دائما. متابعي قناه شوف تي في مباشره هنا من قلب ولاد عمران السوق الاسبوعي، اللي غادي نحاول كذا كنشوفوا بعض التجار ونشوفوا الحركه هنا كي دايره في السوق. كل شيء خدام تبارك الله.
شوف الخيرات، الخيرات الخبز موجود كما كما كتشوفوا، الخبز راه موجود في السوق. 30 ريال كما كتشوفوا المأكولات خفيفة. ما غادي نمشيو نروح لهاد الخضرة باش نشوف الأجواء كي دايرة، نشوف الخضرة كي دايرة. كذلك شكر خاص لرجال السلطة هنا بجامعة أو بقيادة ولاد عمران، شكر خاص كذلك للسيد القائد على المساعدة ديالو وكذلك توفير الظروف باش ندخلوا السوق. كما كتعرفوا كاين بعض الناس اللي كيبغيو كما كتشوفوا مباشرة على قناة شوف تي في مباشرة من قلب السوق. النوري معاك. مرحبا 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 خويا. انا المتلان قال يداوي البرد كما كان، شي راجل يحرقوا البول، شي راجل ماشي خويا. كما كتشوفوا ها الفول، كما كتشوفوا الفويلات الحمص. ها انا. السلام عليكم. انت مباشرة معنا على قناة شوف تي في، كي داير الحركه، كي داير السوق عندكم هنا في الاربعاء؟ السلام عليكم اخويا. الحركه على قد الحال، شويه السوق ناقص والحمد لله، الحمد لله على كل حال، الله يرفع علينا هذا الوباء. كي داير السوق ديال الاربعاء؟ مزيان السوق ديال الاربعاء، كيعمر مزيان ومالي مزيانين والحمد لله، اللهم لي الحمد. كما كتتابعوا معنا مباشره هنا كما كتشوفوا دائما هنا مباشرة من السوق الأسبوعي ولاد عمران. هذا كذلك نزل الفواكه الجافة كما كتشوفوا، الحمد لله الخيرات موجودة، الشباكية كل شيء موجود الحمد لله. الشركة ديال غز غز كما كتشوفوا مباشرة. تحية إلا كل متابعي قناة شوف تي في مباشرة هنا من دائما كما كتشوفوا. حنا غنمشيو المخلة دابا عند غنشوفوا الخضارة، حنا من الخضارة السعودي. هذه الخضارة، الخضارة كذلك نشكر المرافق ديالنا في المنطقة الأخ السعودي اللي كيرافقنا في هذه الجولة الصباحية. هذا القزبر، النعناع. السلام عليكم. السلام عليكم الشريف. انت معنا مباشرة على قناة شوف تي في، كي داير الحركة عندكم هنا في السوق؟ كي داير عندكم هاد الأربعة هادي؟ والله يجعل البركة، مشورين أصاحبي، مشورين أخويا، الوقت عيان مشور الله يحسن العون. وكي درتوا مع هاد الكورونا ومع هاد الجائحة وهادي؟ وحنا كندوزوا في الوقت. إيوا الحمد لله. كما كتشوفوا حنا هذا هو اللي ولد عليكم اودي. كما كتشوفوا الخضره موجوده الحمد لله، البطاطا موجوده، الخضره موجوده. اما كتشوفوا الخضره نقيه، خضره جديده هنا في الدكاله، خيرات ديال الدكاله. كما كتشوفوا كما كتشوفوا الخيرات ديال الدكاله، الخيرات ديال البلاد. لا لا شوف شوف الناس القارين. لا السلام عليكم. السلام عليكم الشريف، كي داير بخير؟ مالك دارك درسة؟ خاف خاف. كيف كتشوفوا؟ غادي نشوفوا الأتبينة ديال الخضرة كي دايرة. كيف كتشوفوا؟ قزبرها بطاطا كلشي الحمد لله. كلشي زين الحمد لله. كتشوفوا هاد اللاتا هو موجود الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم، شحال الدنا؟ 60 ريال.
السلام عليكم. السلام. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في، كي داير الحركه عندكم هنا؟ كي داير السوق؟ الحركه شويه غاده مزيان. مشاور مشاور. كي داير الدلاع؟ الدلاع مليح. شحال داير الدلاع؟ 60. واش ديال البلاد ولا ديال الدلاع؟ هادي ديال البلاد، هادي ديال ولاد عمران. هادي ديال ولاد عمران. كما كتشوفوا الحمد لله المنطقه راه فيها الخيرات. الحمد لله. لاباس بخير. لاباس بخير الحمد لله. كما كتشوفوا ها تشوفوا الدلاع ديال البلاد. شكرا لك الله. الخيرات ديال الدكالة. شوف الخيرات، شوف الخيرات ديال الدكالة. شكرا الله على الخير. دكالة ولاد عمران بلاد الخير بلاد الجود. شوف تبارك الله الفلاحة الحمد لله، الناس فرحانة وفرحانة بالسوق فرحانين. شوف تبارك الله. هذو كل بلاد الخير. شكرا الله يجزيك بخير. بخير الحمد لله. بخير كل شيء. بخير الحمد لله. خضره رخيصه ولا غاليه؟ كل خير الحمد لله. بحال الغلا بحال الخا. الخير موجود. السلام عليكم. حنا سوقنا مزيان وخاصنا نطفوه وخاصنا نطربوكم مزيان وخاصنا نسوي الطريق وعاش الملك. كما كتشوفوا الناس فرحانه بالسوق ديالهم. حنا غادي نعاودوا نديروا واحد الجوله على اصحاب الخضره باش نشوفوا الخضره، نشوفوا الاسفيد الخضره كي دايره. كما كتشوفوا معنا مباشره على قناه شوف تي في الخضره. تبارك الله. شوف الناس الخضره موجوده الحمد لله. السلام عليكم. كيفاش تشري؟ بخير لاباس عليك. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في، كي داير السوق بعد عندكم؟ والسوق الله يجعل البركه هذا الشيء بخير الحمد لله. كي داير الخضره الثمن؟ والخضره دابا كاينه 100 ريال اصاحبي. البطاطا دايره 26، دايره 3000. شحال داير البصله الكيلو؟ والبصله كاينه من 30 35 على حسب. الماطيشه جايه 16 18 1000. البطاطا شحال دايره؟ البطاطا 26 3000. شحال داير الكيلو؟ السقاطه 100 ريال. 100 ريال. اه. وكيفاش الخضره شويه غاليه على المواطن؟ ايوا راه على المواطن، ولكن خاص هذوك اللي كيبيعوا الجمله خاصهم شوفوا معاهم. وما حنا شاريين، حنا فلوسنا ما كنجمعوهاش والله العظيم. الطيق هي فلوسنا ما نجمعوهاش. كي درتوا مع هذه الجائحه ومع هذه الكورونا؟ والحمد لله اش غنديروا؟ هذاك الحكمه ديال الله. ومن جا المشكل ديال بغا يحولوا كاع السواق، شي يديروا في الطويلعات، شي يديروا. ايوا راه بنادم راه داخل، هذه راه من طبيعه الحال بنادم غيدو، راه بغا ينوضوا فتنه. هذه ما فيها مزاح، تاخذها مني بغا ينوضوا الفتنه. هادشي اللي عطا الله. كما كتشوفوا معنا مباشره هنا من سوق ولاد عمران. السوق جميل، الناس فرحانه، الناس مرحبا. كيما كتشوف ان في هذه الجوله بالسوق الاسبوعي غنستقبلوا احد أعضاء جمعية المواشي، تجار المواشي بإقليم سيدي بن نور. السلام عليكم. أنت معنا الآن مباشرة على قناة شوف تي في. فين أحمد غنم؟ خليك معنا غير هنا يا سيدي. سيدي أحمد غنم بحال بحال. لا ما غاديش حاجة. لا غير بالنسبة للمشكل ديال ثلاث سيدي بن نور. والسوق رجع لكم السوق سيدي بن نور، والأسواق كاملة غترجع كما كانت. السلام عليكم. نمس قبلة الحدن أرفع السوق هو ولد عمران. سيدي بن نور ما هو سوق، ما والو. السوق الأول هذاك راه سوق مع مسجد، هذاك اللي راه حبس ما هو السوق. هذاك سوق اللي ما هو السوق ديال طويلات، هذاك ما هو السوق. وين السوق؟ رجع لبلاصتو، رجعوا الجمهور هو اللي كيحكم، هو اللي رد السوق.
وهذاك راه ما هو سوق للهيل، هذاك راه حبس بقى حبس. كنهضروا على سيدي بن حنا انتما كجمعيه كيفاش استقبلتوا البارح السوق؟ كيفاش استقبلتوا الكسابه؟ وكيفاش عشتوا مع الكسابه؟ وكيفاش عشتوا داك الجو الاخوي اللي كان شعل هذه؟ ورجع لي ورجع لكم عجبنا السوق، رجع لبلاصتو عجبنا، عجب كسابه بيع وشوي اي واحد عجبو داك السوق. وداك السوق في طويل عاد راه ما سوق مصلح حمص، هذاك ما هو السوق هذاك العام سيدي، هذا هو السوق الحقيقي اللي هنا في وادي عمر. ولكن الرئيس ديال الجمعيه كان قال لي انه كان متفق انه السوق يتحول تما وانتم رفضتوا. لا اسمع، راه كاين جوج جمعيات، كاين عبد الرحيم وكاين عبد الباسط، هذاك تعرفي ماشي مع قنديل، وهذاك يحكي مع السوق، باغي السوق يبقى ليه، باغي السوق يمشي لهيه. وين هذاك ما هو سوق اللي ما هو خدامش هذاك السوق؟ واش حنا غندخلوا لواحد الحقيقه هناك؟ او مرض او رجل لي صحه غنمشي تقدم طويلات ما عمد ممكن كون داك السوق ديال العمران حتى هو غيتحول تما. لا حنا ما ماشي غيتحول تما، لا هاد الجمهور ما تيتحول هاد السوق، ما عمر السوق من يتحول. شكون قال اعمام ولا عمر شي تما؟ ما يمكنش، ما عمد ممكن ولا عمر تحول، واخا نموتوا حنا كاع ما خدامش. ها ما عمد خدمش اخرى وبيتو من الاف ودي يبيعوا شحال غيركبوا شحال غيجيو شحال غيصير 60 كيلومتر مقاوده، ولا دي خروفه يبيعها ب 4000 واش عمرها مقاوده هذه؟ شحال غادي يبيع هذه الخروفه ب 4000 يركب بها؟ اش يمشي كريلا كامل وباش يديها تلاق السوق في واحد 30 كيلومتر ولا 60 كيلومتر؟ كيدير السوق عندكم هنا في ولاد عمران؟ مزيان كيدير ولاد عمران كنحمدوا بها الله من الحامدي الله. نجيب اخر ونبيعو ب 6000 ونصيرو منو نمشيو حين قريب وتدلوس يوم اللي غادي نمشيو صاحبي واحد 60 كيلومتر اش غنكريو ليه كامل باش نديو اخر ونبيعوها ب 4000 ولا ب 6000 كذا الحاله عندكم مع المسؤولين هنايا؟ وا ما كاين بال ماشي زين الحمد لله ماشي مزيان وين الا بدلوا الصوت غيمردوا الناس غيقتلونا، الا مردوا لينا بدلوا لنا السوق غيقتلونا حنا بعدا يعود واحد 60 كيلومتر واش ونمشي نمشي نمشي وخليني بخاف سير حنا غنمشيو لتبرحوا بقى عامره بعدا حنا غادي كذا كننتقلوا لرحبة غنم باش نشوفوا نشوفوها حتى هي دائما هنا مباشره من قلب السوق اربعاء ولاد عمران هنا في هذه الجوله السريعه هنا بالسوق اربعاء العونات كما كتشوفوا عفوا ولاد عمران انا كما كتشوفوا ارتفعت التليفون تاعي وخرجوا لبين برا وشوفوا شوف كما كتشوفوا اليوم عام سي عمري انت قولي حاله ما خارج مع الفجر ويلا صورك كيلو تمر وفين صورتي يا اخي دوي 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 كنبغيو النظام اخويا كنبغيو النظام وهاد السوق راه وكاين الغلا في الصنك دايرين 400 والعلف غالي خاص الناس تراعي المولات وبالله يا سي ومع كاين مع هاد الجائحه راه خاص بنادم يعرف بين ما راه القضيه شويه قضيه عيانه لا بالنسبه للعلف ولا بالنسبه للكسابه ولا بالنسبه حتى للمواطنين حتى هما راه مضرورين راه اي واحد مضرور في هاد الجائحه وشكرا. كما كتتابعوا معنا مباشره هنا من السوق الاسبوعي الاربعاء ولاد عمران السوق كذلك اقليمي تابع لاقليم سيدي بن نور هذا انتقل رحمه المواشي كان السوق يحتاج تاهيل كما قلنا لكم تنشكروا رجال السلطات المحليه وعلى راسهم السيد القائد اللي الجميع تيشهد لي بالكفاءه ديالو هنايا اللي مدينا يد المساعده لقناه شوف تي في استقبلنا احسن استقبال يعني السيد القائد استقبلنا احسن استقبال ووفر لنا وفر لنا الظروف حيد ولدي من قدامنا وفر لنا الظروف الملائمه وكذلك الامن كذلك بعض الفاعلين الجمعويين هنا بالسوق بالجامعه اللي كيرافقونا هذه هي رحبه الغنم كما كتشوفوا
هذه الرحبه ديال الغنم هنايا اخوات، غادي نعاودو نرجعو ل رحبة الخضرة، نشوفو الخضرة كي دايرة. وهذا كذلك نداء لكل المتابعين وكذلك لكل الناس انهم يلتزموا بالقواعد الصحية وبالكمامات وبالجميع الوسائل الوقائية، لان هذا الوباء اللاعين مازال تيدور بيناتنا ومازال تحصد الارواح. انت تنضف هاد الماكله هاد الشيء كيما الله يحفظك. اسمع الاخ، نقول لك ولاد عمران كامله كتسمع، راه مزيانه وكاين المسؤول خدام معنا كيدير العمليه في سبيل الله، ها ما كلشي الجمهور كيسمع. قال لك تذكر الاسم ماشي مشكل. الامين احمد خدام مع الجمهور ديالو هنا من داكشي، ها كلشي كيسمعوا. واش هادشي كاين وما كاينش؟ كاين واش ما كاينش؟ كلشي هنا سمعوا، التعدد ما كاينش. خدام انا هنا الرئيس من داكشي كيعطي العباد الدعم، واش هادشي كاين وما كاينش؟ هضروا. هادشي كلشي هنا مزيان عندنا هنا الحمد لله، والسوق ديال الطوالي العات راه ما خدامش. واش ولد عمران هزوه من هنا عن عام سيدي ونديو لهيه؟ ما عمود يمكن، ما عمود يمكن. واش واع ما غادي يعفض واش غادي الطويلات؟ ما عمود يمكن. وخريف ولا خريف؟ خروب السلف غادي الطويلات؟ ما عمود يمكن. واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ ما عمود يمكن. عندنا الرئيس هنا خدام اسيدي معنا كيدير العمل في سبيل الله. واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ كاين. خدام معنا الرئيس العام اسيدي. هذيك 20 درهم صنك راه عوم ومجمع مشدي كاينه. هذيك ابو الشهر فيها 10 درهم صنك وهنا 20 درهم، اش من فرق؟ سمعتي هذاك الشيء ديال الصنك؟ شاد غلق، شاد غلق، ما عندنا علاقة بهذاك الشيء. حنا كنهضروا على السوق مزيان، عندنا هذاك الشيء السوق كيداير، واش مزيان ما مزيانش، ما كاينش شي حفرة فيه. كبير السوق الحمد لله بخير، الحمد لله خضرة موجودة، كل شيء موجود. واش عباد الله أو مرق باغي تبيع سمينة ولا بيضات قدم طويلات؟ ما عمود يمكن. واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ كاين. هادشي كاين واش ما كاينش؟ هاد الهضرة ما مزورش، هاد الهضرة قانونية اللي كنقولوا فيها حنا. عمو السوق يتحول بأي طريقة. واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ كاين. ودوالو؟ كاين. واش ولاد عمو تحول ليه؟ ما عمو تحول. ما عمو ولاد عمو تحول. واش هذاك السوق اللي ليه هذاك راه حبس، يبقى حبس. هذاك ما خدامش. واش هادشي كاين ولا ما كاين؟ والله كيما تابعتوا معنا مباشرة هنا من قناة شوف تي في، غادي نشوفوا الخضرة فين واصلة. حنا دابا حبسنا هنا نشوفوا الخضرة دابا شنو دايرة دابا. نشوفوا الخضرة اش دايرة دابا هنايا. كما كتشوفوا الخضرة موجودة. لا تولد، لا تولد. السلام عليكم. كما كتشوفوا ها الخضرة الحمد لله، الخضرة موجودة الحمد لله هنا في ولاد عمران. السلام عليكم. انت معنا مباشرة على قناة شو تي في، ممكن تعطوا للمشاهدين كيفاش الحال عندكم في السوق هنا في ولاد عمران؟ مزيان. وكيداير كيداير الخضرة؟ مزيان. الخضرة فين واصلة؟ الخضرة بلا قرار، بلا قرار بياق. علاش غاش الخضره غاليه؟ كاين الغلا وفين الماء؟ خاص الماء. شحال دار البطاطا العاديه والبطاطا الاولى؟ 180. 180 خير الزوق؟ 120. السلاوي 80. الدنجال؟ الدنجال 120. قول عام 100 ماكش 80. صافي يا ودي بصح. الخضره غاليه. ها؟ الخضره غاليه. وقف معنا. الخضره غاليه. نشوفوا نشوفوا الناس اللي. السلام عليكم. اشريف كي داير الخضره؟ كيفاش جاتكم الخضره في السوق؟ خطره غاليه، خطره رخيصه. فهمتني؟ خذها على حساب السوق، مره طالعه مره على حساب العرض والطلب. كانت اذا كان طالع. الناس ضرها، الناس ما عندهاش فلوس. لا الناس غير مساكن. كاين على البصله رخيصه. ها؟ على البصله اللي رخيصه. على البصله رخيصه. ديال رخيصه. ديال الشوق. صح. تابع للحمد الغالي. يبغى يشوي الحمد. مرحبا. كيما كتابعوا معنا مباشرة على قناة شوف تي في،
كما كتشوفوا الناس هما كيتقداو الخضره ديالهم. كما كتشوفوا كما كتشوفوا الحمد لله الخيرات عن عيني عاد تبارك الله. السلام عليكم. كيفاش بخير؟ انت مباشره معنا على قناه شوف تي في، اش ممكن تقول لنا على السوق وكذا الاجواء عندكم السوق وكيداير النعناع؟ اخويا النعناع مش الله يجعل البركه والقدره وداك الشيء كاين الثمن، النعناع سوا كاين الثمن وما الشيء، امور مزيانه الحمد لله. انا كما كتشوفوا معنا احنا مباشره من السوق الاسبوعي، كنا في هذه الجوله هذه غادي نشوفوا واحد الفاعل جمعوي كذلك انا بولاد عمران السعودي. السلام عليكم خويا، انت كفاعل جمعوي هنا في المنطقه، اش ممكن تقول على السوق ديالكم والاجواء ديال السوق ديالكم؟ الاجواء ديال السوق كما كنشوف فيه اجواء عاديه كجميع اسواق معقلين سيدي بنور، والحمد لله الحركه شويه الله يجعل البركه، والناس متازمين شويه في حاله الطوارئ والحمد لله امور مزيانه. وبالنسبه للحاله الوبائيه عندكم هنا في المنطقه وكيف كنشوف الحالات كترتفع، ما كديروش شي حملات تحسيسيه للناس هنايا كفاعلين جمعويين؟ ديجا قمنا بحملات تحسيسيه كفاعلين جمعويين في السوق الاسبوعي كاع في نفس المكان، الناس هنا واعين بالمسؤوليه واعين بمخاطر ديال هذا الوباء هذا، والحمد لله كما كنشوف مازال عندنا صفر حاله في منطقه شبلاد عمران، وهذا راجع لليقظه ديال الدرك الملكي وكذلك السلطات المحليه بما فيهم الوعي ديال المسؤول ديال المواطنين. الحمد لله واعي بالمخاطر ديال هذا الوباء هذا ومتازمين، وكما كتعرف السوق الاسبوعي ضروري كتكون شويه ديال الخروقات وهذه، مي الحمد لله شويه امور مزيانه. شكرا على هذا التدخل، وغادي غادي ناخذوا جوله في بقية السوق ومن ثم غادي نخرجوا باش نشوفوا مواضيع اخرى ان شاء الله. دائما مباشره من السوق الاسبوعي لجامعة أولاد عمران. دائما مباشرة غادي نخرجوا من السوق الأسبوعي لجماعة أولاد عمران دائما في هذا النقل المباشر. هذا السوق الاسبوعي كما كتشوفوا الى كل متابعي قناه شوف تي في مباشره هنا من السوق الاسبوعي لاربعة اولاد عمران، كنتم في تغطيه مباشره لاجواء السوق الاسبوعي، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في نقل مباشر اخر ان شاء الله على قناه شوف تي في. زهير النوري اقليم سيدي بنور جماعه اولاد عمران.